ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لم تمضي سوى ساعات قليلة على انتشار صورة مثيرة يظهر فيها طفل صغير يرتدي كيس دقيق كتب عليه اسم حكيمي، حتى سارع نجم المنتخب إلى التفاعل مع الموضوع عبر صفحته الفيسبوكية. فقد نشر حكيمي تدوينة طلب من خلالها من عائلة الطفل الذي يظهر في الصورة أن تراسله عبر الخاص، مما يدل على أن نجم المنتخب الوطني بصدد تحضير مفاجأة للطفل الصغير. وبحسب تفاصيل الصورة فإنها هذا الطفل الذي اختار أن يكون حكيمي قدوة له ينحدر من المناطق النائية التي ترزح تحت رحمة الفقر والتهميش، وهي رسالة واضحة جدا للمسؤولين المغاربة الذين يولون اهتماما كبيرا لمدن المحور فيما تموت أحلام أبناء هذه المناطق النائية عند المهد. هذا وقد طالب عدد من المتابعين للموضوع من حكيمي أن يخصص زيارة لهذا الطفل الذي عبر عن حبه له بهذه الطريقة التي حركت مشاعر الجميع. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.